طبعا شغالين احنا يعتبر من حوالي 10 سنين في موضوع الايميج ده. شغلنا بيبدا من 10 شعبان. شغلنا بيبدا من حوالي 10 الصبح تقريبا، تبدا الناس تنزل طبعا تشتري، بينتهي ل 12 بالليل او 1 بالليل احيانا، وخاصه في اخر اسبوع بيكون فيه الشغل ممكن يوصل ل 2 و 3 بالليل كمان. انه اخر اسبوع تبدا الناس كلها تنزل من البيوت عشان تشتري، كل خلاص رمضان طبعا دخل علينا ويبدا كل يشتري طبعا الحاجه بتاعته. بالنسبه لشغلنا اصلا يعني مش شغل طول السنه، هو شغل موسمي بس، يعتبر 20 يوم بس هم في السنه يكون شغلنا، اما باقي السنه بيكون شغلي ثاني، بيكون في مجال ثاني وشغل مختلف خالص يعني. هي اغلى حاجه المكسرات زي البندق، القلب، لوز القلب، عين جمل القلب، دي يعتبر احلى يعني اغلى حاجه في اليميش عامه. فطبعا الاول كان اسهل، كميه الشراء كثيره بالنسبه للناس، اما الان مع ارتفاع الاسعار اللي احنا شاهدناه في الايام اللي فاتت بدا الموضوع الشراء يقل عن السنه اللي فاتت يعني. اكثر اقبال على الزبيب وجوز الهند. وأمر الدين طبعا، أمر الدين معروف طبعا مع الشعب المصري، حاجه يعني اساسيه عنده في البيت على الفطار، حاجه زي كده. يلي البلح كمان، البلح الناشف اللي هو اللي بيجي من اسوان، ده يعتبر اهم حاجه في اي بيت مصري. اي شغلانه موسميه بيكون مكسبها كويس، دي حاجه قاعده اساسيه معروفه في التجاره يعني عامه. اما الشغل انت شغال طول السنه فيه بيكون يعني طبعا رزق، يعني ممكن مكسب يوم يختلف عن يوم، شهر يختلف عن شهر، لكن دائما الحاجه الموسميه بيكون اكيد مكسبها كويس يعني. الزبون بتاعك بيجي لك كل سنه، انت فاهم ازاي؟ يعني بتشوفه من سنه لسنه، فدي احلى حاجه في الشغلانه، بتخليك يعني حتى لو حاجه صعبه او حتى ما فيهاش مكسب بتضطر تجيبها وتشتغل عشان الزبون اللي بيجي لك كل سنه. ففرحه الزبون هي بتخليك يعني تهون عليك صعوبه الشغل او طول الوقت او حاجه زي كده.